انفصال الجنوب أثر بصورة كبيرة جدا في الاقتصاد، في اقتصاد السودان، لأن البترول كان هو المصدر الأساسي للعملة الصعبة، ومع الانفصال راحت العملة الصعبة اللي بتجي للسودان، وبقى في عجز في الميزانية والمشاكل الاقتصادية اللي انتم عايشينها هسه. فكان لازم نتجه لحتة تانية، لقطاع تاني، عشان نقدر نعوض النقص اللي حصل لنا مع الانفصال. زي ما قال كرم، هسه اتجهوا حس البلد كلها متجهة للقطاع الزراعي، وفي قطاع مهمل، القطاع ده هو قطاع الغابات. قطاع الغابات في السودان بيمثل مساحة كبيرة جدا، وأغلب الأشجار الغابات في السودان هي من أشجار الهشاب. أشجار الهشاب ممكن نستفيد منها بطريقتين، يا إما نحن نقطع الأشجار دي ونطلع منها حطب وفحم ونعمل منها أساسات، وبعد 5 6 سنين حنلقى إنه الأشجار دي حقتنا كملت، وبقى عندنا مشاكل في البيئة، ونحن ما ناقصين سخانة وما ناقصين احتباس حراري. الحاجة الثانية اللي ممكن نستفيد منها من أشجار الهشاب هي الصمغ العربي. أشجار الهشاب هي منتجة للصمغ العربي بعملية اسمها عملية الطق، بيشلخوا الشجرة والصمغ العربي بيطلع كدموع. بالطريقة دي نحن طلعنا منتج وحافظنا على الشجر بتاعنا، ويمكن نزيد نزرع زيادة عشان نقدر نطلع إنتاج زيادة. الصمغ العربي بيدخل في كثير جدا من الصناعات المهمة في حياتنا، يعني نحن خلال اليوم لازم يمر علينا حاجة من الحاجات الداخل فيها الصمغ العربي، بيحولوه لبودرة رزازية وبيدخل في الصناعات دي، المشروبات الغازية، الأدوية، الأدوات، مستحضرات التجميل وغيرها. زي ما قلت لكم إن السودان فيه مساحة كبيرة جدا من الغابات. أشجار الهشاب بالذات بتمثل المساحة اللي بتغطيها خمس مساحة السودان، زي ما شايفين ما يسمى بحزام الصمغ العربي. طيب، السودان هو منتج مصدر ل 80% من اللي بيستهلكوا العالم من صمغ عربي. تخيلوا معي 80% من اللي بيدخل في الصناعات دي هو مصدر السودان. طيب، ممكن يعني انه كم من الموجود عندنا نحن بنستعمله بنحصده عشان نصدره؟ 90% من الغابات الموجودة دي نحن بنحصدها، ولا 60 50؟ نحن بنحصد بس 10% من الموجود. ليه بنحصد 10%؟ ممكن زي يقول لي نحن ما عندنا الشجر وعندنا الناس وممكن يعني نجيب ناس يعملوا لنا الحاجة دي. ما بنقدر نحصد أكثر من 10% لأنه الأدوات المستخدمة هي أدوات قديمة ومحتاجة لخبرة من العامل، والعمال اللي كانوا موجودين هناك أغلبهم المشى الذهب في السنين الأخيرة، والجد خرطوم عشان يبيع موية، يبيع مناديل وغيره، يسترزق، شايفة إنها أحسن من إنه يشتغل كعامل في الصمغ العربي، وهي العملية شاقة جدا بالنسبة لهم. الفضل كله من كبار السن، والعملية دي شاقة جدا بالنسبة لهم، عشان كده احنا ما قادرين ننتج أكثر، نحصد أكثر من 10% من الموجود. طيب، الحل شنو؟ يعني احنا المفروض نعمل شنو؟ الحل نقدر نشوف لنا ماشين، احنا كمهندسين نشوف لنا ماشين بتعمل لنا الشغل اللي بيعمله الإنسان ده بكفاءة أكثر وبإنتاج أكثر وفي زمن أقل، ونقدر نصنع منها كثير عشان نقدر نغطي العجز في العمال. ده كان مشروعنا، مشروعنا هو حاصد بتاع صمغ عربي. أول خطوة مشيناها في المشروع ده كان مشينا لبروف عبد العظيم ياسين عميد كلية الغابات. تكلمنا كثير عن الشجر وعن الجدوى الاقتصادية من زراعته، استعمالاته وكذا. في حاجة أساسية نحن كنا محتاجين لها في المشروع ما لقيناها عنده، وما لقيناها عند أي جهة خاصة مختصة بالغابات وبالصمغ العربي، انه نلقى الفيزيكال بروبرتيز للشجره. فمشينا، بس في حاجه يعني يمكن هي اكثر حاجه قال لنا البروف، هي استفزتنا شديد. قال لنا انه اشجار الهشاب دي لو كانت في امريكا كان زمان عملوا لها ماشين، وكان الموضوع ده من زمان، هم من اكبر الدول المصدره، زي ما هم مصدرين حسي كل الحاجات. فمشينا الابيض عشان نقدر نجيب المعلومات المحتاجين لها دي، وجبنا كل الأدات اللي عايزينها، وأجرينا كل التجارب المحتاجة لها في مركز أبحاث الأبيض اللي هو مختص بالأشجار الهشاب والصمغ العربي. بعد جينا للدكتور
قال لنا يعني انه الحاجه دي البحث ده انتوا قبل كده ما في زول عمله ولا البحث ده قبل كده ما في زول عمله وانتوا عملتوا حاجه مهمه شديد فانتوا وقفوا لحد هنا وخلاص الباقي بيتموه الدفعه الجايه. نحن اصلا قلنا للبروف لما قال لنا انه الحاجه دي لو كانت في امريكا كانت عملت قلنا له نحن خلال السنه دي حنجيب لك الديزاين بتاع الماشين دي مكمل يعني. ففي اللحظه دي اتذكرنا لما قال لنا الدكتور انه انتوا خلاص كده وكده كان نحن فرحنا يعني انه خلصنا مشروعنا من سمستر 1 وخلاص. فذكرنا الحاجه دي وقلنا لا يا دكتور نحن حنتم التصميم وحنتم المشروع وحنواصل فيه. كان اول حاجه بعد ذاك عمليه في التصميم ذاته اننا مشينا نجرب التول اللي عملناها دي التول الفكره الجديده اللي طلعنا بها اللي هي مشينا جربناها في القضارف وكانت تدينا كل النتائج اللي عايزينها. ممكن زول يقول لي كماشه يعني شايفينها انتوا عملتوا كماشه وجيتوا الكماشه دي هي كانت البوينت اللي بدينا منها فكده نحن خدينا كل النظريات وكل الحاجات اللي نحن محتاجين لها من معلوم من بيانات من فكره من كده. فبقى مرحله انه نحن دايرين نرسم ونعمل حساباتنا ونطلع الديزاين النهائي. البرامج كلها المحتاجين لها عشان نعمل التصميم ده نحن كنا ما مرينا عليها خالص في الجامعه في الكليه. فكان لازم نقرا البرامج دي ونحن خلاص دخلنا سمستر 2 وما كان في زمن. فبقينا قسمنا الشغل بيناتنا اي زول قرا حاجه من نظم التشغيل من التحكم من اي حاجه نحن محتاجين لها. وفي زمن وجيز جدا قدرنا قرينا كل البرامج دي وعشان نشتغل عليها. فبعد ذلك جت مرحله انه يا هون نصمم ونشتغل واشتغلنا ووصلنا للحاجه اللي عايزين لها وبالصوره اللي عايزينها والتصميم النهائي بتاعنا. في الوقت ده نحن قلنا ها طيب الحاجه دي على ورق بس يعني نحن هل ده الحاجه اللي نحن عايزينها؟ كان جاء وقت المناقشه وخلاص ما في زمن لانه نلقى لنا تمويل عشان يعمل لنا يصنع لنا البروجكت. فقلنا خلاص نناقش وبعدين نشوف موضوع التصنيع ده ليتر يعني. فناقشنا وجبنا اي وكنا من احسن وكان مشروعنا من احسن المشاريع في الكليه. وده الجروب اللي اشتغلت معاه سلمى عبد الباسط والمقداد محمد علي ومازن مرغني. بعد نحن لسه موضوع التصنيع ده يعني في راسنا ان احنا لازم نصنع الحاجه دي وتقعد تشتغل يعني عشان احنا نقدر نكون وصلنا للحاجه اللي عايزينها وحلينا المشكله اللي احنا اصلا شفناها في الاول وكنا دايرين نحلها. فبعد 10 ايام من المناقشه اتصل علي الدكتور انه شركه جياد حتصنع المشروع وان شاء الله بوعدكم من هنا انه السنه الجايه المشروع ده الماشين دي حتكون في خط الانتاج ان شاء الله ونقدر ال 10% اللي رفعناها اللي كانت دينا بقيها 100%. السنه اللي فاتت كان العجز في ميزانيه الدوله $1,800,000. نحن لو قدرنا بالماشين دي عملنا حصدنا ال 100% دي بنقدر ندخل خلال السنه $2,000,000,000 حنقدر نغطي الميزانيه واكثر. البوينت اللي درس عليها ممكن تتلخص في جملتين: Not a problem with in a lack of possibilities but determination. Don't you see the table has four legs but cannot walk. ليست المشكلة في نقص الإمكانيات بل العزيمة. ألا ترى أن الطاولة لها أربع أرجل ولكنها غير قادرة على السير. الطاولة دي السودان بكل ثرواته وبكل جامعاته وكل شبابه لسه السودان من دول العالم الثالث.
الحل عندنا نحن كشباب، نحن لو وجهنا وكل جهوداتنا وكل دراساتنا وكل مشاريعنا لاننا نحل المشاكل اللي في السودان، اكيد حنقدر نصل للسودان اللي بنحلم به. في الاخر بقول لكم، كان مهموم وكان حلمان، بشوف في يوم من الازمان بلاد زي جنه في الدنيا يأشر لها كل بنان، بلاد خيرات تكفينا تدفق بره للجيران، سواعد حره تبنيها، يقوم مصنع يقوم عمران، اول حاجه يتامن علم والصحه بالمجان، بدل شغلين عمل واحد، عمل بدقه باتقان، بدل تهجير يكون تشجير، يكون تعمير يكون بنيان، عقولنا الهاجره ترجع تعود من بره تجيب خيرات للسودان.